نفذ فريق البحرين تستاهل عملية تطهير وتعقيم شاملة في منطقتي دمستان وبوري بالمحافظة الشمالية، وذلك في ظل تغطية الفريق لمناطق مملكة البحرين كافة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. مسؤولية وطنية يبذلها هؤلاء المتطوعون المشاركون في فريق البحرين تستاهل، يضربون أروع الأمثلة للتصدي لهذا الفيروس من خلال تعقيمهم الشوارع والمحال التجارية. كلنا للبحرين والبحرين لنا. يواصل فريق البحرين تستاهل في إطار الشراكة المجتمعية في حملات التعقيم الشاملة في عدد من مناطق المملكة، ففي آخرها انطلق الفريق الوطني بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب من منطقة دمستان انتهاء بمنطقة بوري بالمحافظة الشمالية، وأجروا عملية التطهير والتعقيم الشاملة للشوارع والمحلات التجارية، حيث كانوا على مسافة واحدة من المسؤولية الوطنية تجاه جائحة فيروس كورونا، وأثبتوا حرصهم التام على تطبيق كافة معايير السلامة والصحة بشكل صارم وفق الاشتراطات والمعايير العالمية. التعقيم له دور مهم، التعقيم راح يقضي على الفيروس ولو بنسبة كبيرة جدا. ما دام التعقيم موجود ومستمر إن شاء الله راح يكون فريق البحرين يسيطر على هذا الوباء. كل هذه المشاركات تمثل حرص كل أفراد هذا المجتمع إلى الانضمام والتشرف بالانضمام إلى فريق البحرين تستاهل اللي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد. فكل الشكر والتحية لكل من يقوم بهذه الأعمال اللي في النهاية تخدم كل مملكة البحرين، فشكرا للجميع. وعلى ضوء تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي وضعتها مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا، يقوم فريق البحرين تستاهل بالتجمع قبل خروجه لأي منطقة من أخذ الإرشادات والنصائح الجديدة من قائد الفريق، والتأكد من ارتداء الجميع لبس السلامة حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع. اليوم عندنا دعوة من سعادة النائب أحمد الدمستاني في متغطي تعقيم منطقة دمستان بوري. إحنا الفريق البحرين تستاهل مكون من اليوم 40 متطوعة حق منطقة دمستان وبوري. وجود فريق البحرين تستاهل اليوم في منطقة دمستان هي فرصة إلى كل شخص متطوع موجود اليوم هنا حتى نعقم المنطقة ونحاول قدر المستطاع نحد من انتشار فيروس كورونا في هذه اللي هي الدائرة السابعة بالذات في المنطقة الشمالية. البحرين تستاهل. هذا الفريق الوطني وقف صفا واحدا ليقضي بكل ما أتي من قوة على هذه الجائحة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على العالم أجمع، كما حرصوا على أن يكونون في خندق الدفاع عن حياض الوطن، وأن يشجعوا الجميع على أن يكونوا في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا الفيروس. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.